مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله في هذه الحلقة الجديدة من برنامج لقاء خاص. مشاهدينا، 2 ديسمبر يوم راسخ في ذاكرة الوطن العربي، حيث أعلن قيام الاتحاد الأنجح والأرقى إقليميا وعالميا وفق رؤية مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة وباني نهضتها الحديثة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه الآباء المؤسسون طيب الله ثراهم. ولا زالت هذه المسيرة المباركة تمضي تحت ظل القيادة الرشيدة لحكام الإمارات إلى هذا اليوم وإلى المستقبل الزاهر بحول الله تعالى. وفي هذه الذكرى السعيدة يسرني أن يكون معي سمو الشيخ شخبوط آل نهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة العربية السعودية. سمو الشيخ، أهلا وسهلا فيك، كل عام وأنت بخير والإمارات بخير قيادة وشعبا. نحن وأنتم إن شاء الله بألف خير وصحة وسلامة. تأتي هذه الذكرى 48 لهذه الدولة المباركة وهذه المسيرة المباركة والإمارات شعبا وقيادة ولله الحمد في ظل سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وإخوانه حكام الإمارات تمضي قدما نحو العلا. في البداية كلمتكم سمو الشيخ بهذه المناسبة السعيدة. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية لا يسعني إلا أن أرفع أسمائيات التهاني والتبريكات إلى قيادة دولة الإمارات وعلى رأسهم سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حفظه الله رئيس الدولة، وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي حفظه الله، وإلى سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الاتحاد، وإلى إخواننا وأهلنا وعزوتنا الشعب الإماراتي الكريم هذه المناسبة السعيدة. وأيضا أود أن أشكر أرفع شكري وتقديري وامتناني إلى قيادة المملكة العربية السعودية. أنا صار لي تقريبا سنتين في هذا البلد المبارك، ولما يأتي موعد عيد الاتحاد اللي هو 2 ديسمبر أشعر أني في بلدي، وأشعر أن الشعب السعودي الكريم الشقيق أخوتنا وأهلنا ويفرحون معنا، وهذا ما اعتدنا منكم بكل أمانة. نفرح معا ونقف معا، وما يعزز المملكة فهو يعزز الإمارات، والعكس صحيح. صحيح صحيح سمو الشيخ، والحمد لله هذه المسيرة المباركة في ظل التعاون بين القيادتين وبين الشعبين لا تتوقف بإذن الله، وهي تقود الأمتين العربية والإسلامية نحو أهدافها السامية. 48 عام من التميز من العطاء، لو نتذكر بداية هذه الانطلاقة المباركة عندما أسسوا الآباء هذا الاتحاد. طبعا بهذه المناسبة السعيدة نستذكر أبائنا المؤسسين على رأسهم الشيخ زايد بن سلطان طيب الله ثراه، اللي إيمانه بدولة الإمارات وبشعب الإمارات وبقيادة الإمارات كبير جدا، وتطلعها للمستقبل نظرة ثاقبة. أدرك الشيخ زايد الله يرحمه مقومات هذه الدولة، وأدرك أيضا ما تمتلكه هذه الدولة من ثروات طبيعية، هذا واحد، لكن اللي أهم عن ذلك قدرات الشعب الذي يقدر يحمل رسالة دولة الإمارات بدعمه وبرؤيته وبقيادته إلى آفاق جديدة وتنافس دول العالم من سبقها. الشيخ زايد الله يرحمه كان يؤمن دائما بالجماعة، حتى مرة ذكر رحمه الله أن الفرد ما ينتبع، تنتبع الجماعة. صحيح. وهذا ما أثبت أيضا في قيام هذه الدولة المبروكة ثالث مرة على إيد المغفور له بإذن الله الملك عبد العزيز مؤسس هذه الدولة المباركة، أسسها على الجماعة وعلى مقومات نبيلة ونظرة واعدة، من خلالها أصبحت المملكة العربية السعودية اليوم دولة عظيمة، دولة قوية، دولة لاعب أساسي في المحافل الدولية، ولديها شعب
قوي، شعب مثابر طبعا بقيادة الملوك من رحمهم الله وإلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الله يحفظه وسمو ولي عهده الأمير صاحب سمو الملك الأمير محمد بن سلمان، وإيمانهم بشعبهم وبأبنائهم في المملكة العربية السعودية، حين قال سمو ولي العهد أن عزيمة الشعب السعودي من عزيمة طويق، جبل طويق. جبل طويق، نعم. طيب سمو الشيخ، هذه هي الفلسفة لدى القادة، أنهم يتكئون على إنسان بلدهم، يرتقون بهذا الإنسان، ينطلقون من مقوماته، هو الاستثمار الحقيقي في الإنسان. الإمارات استثمرت في الإنسان الإماراتي حتى وصل اليوم إلى الفضاء، هناك أول رائد فضاء إماراتي قبل عدة أيام كان موجودا واحتفلنا جميعا بذلك. هذا التميز في مخرجات الإنسان الإماراتي، كيف، ما هو السر في ذلك؟ ما هو المنطلق الذي اتكأتم عليه ليصل الإنسان الإماراتي إلى هذه المرتبة في عمر قصير؟ 48 عام هي في مقياس الزمن أو في مقياس الدول قصير جدا. جزئين يعني للجواب. الجزء الأول اللي هو نظرة القيادة، نعم، وإيمان القيادة بشعبه، نعم، وعزيمة هذه القيادة اللي من خلال عزيمتهم عززت شعبهم وأبنائهم. الجزء الثاني هو أن مواطن البلد دائم، أما الموارد اللي فيها غير دائمة. صحيح. وأي من الموارد الطبيعية في البلد سواء اقتصادية أو تجارية أو سياحية أو ثقافية موجودة، لكن موجودة على عاتق شعب البلد نفسه. نعم. وما يرتقي البلد أو الموطن إلا بقيادته وشعبه. والحمد لله مثل ما نشوف في دولة الإمارات المملكة العربية السعودية، الدول الحمد لله الأمثل في ذلك، دعم، سخاء، نماء، نية حسنة تجاه مواطنينهم، غيرة تجاه مواطنينهم، وشعب قد المسؤولية، شعب عارف قدرات بلده، شعب ومواطنين وشباب عارفين أهمية بلادهم وعارفين أيضا عندهم ثقة في أنفسهم اللي تم زرعها من قبل القيادة وتسليحهم بالعلم وبالمعرفة وبالخبرات وبالدورات وباحتكاكهم مع العالم. هذا اللي يقوي الشعب. هو الإنسان الإماراتي أعتقد هو أثمن مشروع بعد الاتحاد قامت عليه الإمارات العربية المتحدة، واستطاعت ونجحت بالفعل في أن تخلق نموذج عربي يحتذى به في صناعة الإنسان وفي تطوير قدراته ليصل إلى أعلى المراتب. هذا بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل رؤية مؤسس هذه الدولة الشيخ زايد بن سلطان رحمه الله، والذي ساروا على نهجه سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد. اليوم زايد ما مات بهذه القيادة الحمد لله. الله سبحانه وتعالى أنعم على دولة الإمارات الشيخ زايد وأنعم على دولة الإمارات مرة ثانية الشيخ خليفة والشيخ محمد، الله يحفظهم ويعزهم ويعود إن شاء الله هذا العيد عليهم بصحة والعافية وعلى شعب الإمارات. هذه النعم ولله الحمد نتشاركها معكم في المملكة العربية السعودية. المواطن السعودي هو محل اهتمام قيادتنا في ظل حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين. سنتحدث سمو الشيخ عن العلاقات السعودية الإماراتية، هذا النموذج الذي قل أن نجد نظيرا له في دول العالم وفي العلاقات بين الدول، أصبحت هناك مراحل متقدمة جدا، ولكن بعد هذا الفاصل إذا سمحت لي. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نعود ونواصل الحديث في هذا اللقاء، فكونوا معنا.
أهلا بعودتكم من جديد مشاهدينا الكرام في هذا اللقاء الخاص مع سمو الشيخ شخبوطان الهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة العربية السعودية. حياك الله سمو الشيخ مرة أخرى. الله يحييك طول عمرك. سمو الشيخ، كنا نتكلم قبل الفاصل عن العلاقات السعودية الإماراتية، هذه العلاقة التي وصلت إلى آفاق أعتقد أنه لا يوجد نظير لها في العالم، من التكامل، من التوحد في الرؤى، في الأهداف. طبعا هناك التحديات كبيرة التي تعيشها هذه المنطقة، أيضا الأمة العربية تعيش الكثير من الأخطار، لكن الإمارات والمملكة العربية السعودية تقف في صف واحد، في خندق واحد. السر وراء هذه العلاقة؟ النية الحسنة. العلاقة ما بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات ليس ولدة اليوم، علاقة تاريخية، علاقة تاريخية بمعنى الكلمة، علاقة ممتدة في الجذور، علاقة ممتدة بين الأهالي، علاقة ممتدة بين قادة هذه الدول. حتى في صورة مرة شفتها للملك عبد العزيز رحمه الله والشيخ هزاع بن سلطان اللي هو شقيق الشيخ زايد بن سلطان رحمهم الله. ففعلا علاقة قوية، والشيء المبني على أساس دائم صحيح، وما ينبني إلا إذا هناك ثقة صحيح وهناك نية طيبة. الحمد لله اليوم المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات وصلوا لمراحل متقدمة، ليس على العلاقة. العلاقة الحمد لله نحن ما نراها كعلاقة بين دولة ودولة. المملكة العربية السعودية شقيق أكبر لدولة الإمارات، حليف. المملكة العربية السعودية عضيد قوي وظهر صلب لدولة الإمارات. وأنا أتكلم كالمملكة العربية السعودية قيادة وشعبا. صحيح. إيماننا بالمملكة العربية السعودية إيمان كبير. قد أثبتت العلاقة في جميع المراحل، هذا واحد، ومن كل النواحي الحمد لله. حينما تجد المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات فالحمد لله هناك في خير، الحمد لله، مثل سحابة رحمة الحمد لله. فما دام أن العلاقة ممتدة من زمن بعيد جدا وراسخة وقوية، واليوم توجت هاي العلاقة بتشكيل مجلس تنسيقي سعودي الإماراتي برئاسة سيد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي العهد وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد حفظهم الله. هذا المجلس غطى كل النواحي، الاقتصادية، التنموية، التعليمية، الثقافية، السياسية، العسكرية. فالحمد لله هناك إيمان وحرص القيادتين لتنمية هذه العلاقة وتنمية شعوبهم اللي بيسيرون على توجهاتهم، بيسيرون على وتحت قيادتهم لتتويج هذه العلاقة. الدم العربي السعودي الإماراتي عطر الحد الجنوبي في الحرب التي يعني تدور من اعتداء الحوثيين الغاشم على الحكومة اليمنية لإعادة الشرعية لهذا البلد ولإعادة مكتسبات هذا البلد لأبنائه. العلاقة هذه يعني علاقة أشبه بأن تكون مثالية جدا، ولكن ما هي آفاقها؟ إلى أين نصب أن نصل؟ إذا تسمح لي بذكر ما قال سمو الأمير محمد الله يحفظه، طموحنا عنان السماء. هناك إذا فيه ثقة متبادلة ورؤى متطابقة وحرص متشارك فما في حدود لها العلاقة. دولة الإمارات المملكة العربية السعودية تطور علاقة بين يوم ويوم آخر، كل يوم في تطور الحمد لله، وكل يوم طال عمرك في
في أفكار جديدة ومبادرات بناءة لصالح استقرار المنطقة ولصالح أمن وتقدم شعوب المنطقة وبالذات الشعب السعودي والشعب الإماراتي معا. نعم سمو الشيخ، في نهاية هذا اللقاء كلمة أخيرة إذا سمحت لنا فيها، ونحن نحتفل جميعا بهذه الذكرى الغالية علينا. أود أن أجدد شكري وتقديري وعرفاني إلى مقام خادم من حرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله وصحبة الملك الأمير محمد بن سلمان، وإلى الشعب السعودي الشقيق والوفي والعضيد على فرحتهم بعيدهم الوطني. هذا يوم وطني سعودي أيضا. صحيح. وأنا بكل أمانة ما أثناء احتفالات العيد الوطني في دولة الإمارات، والله العظيم أن ما شعرت أني في بلد غريب. العالم كله محتفلة، القيادة محتفلة، الشعب محتفل، المؤسسات محتفلة، ففعلا أنا في بلدي. وهذا شعور كل مواطن إماراتي حينما يأتي المملكة العربية السعودية، هذا اللي يشعره، وهذا اللي يشعره كل مواطن سعودي عندما يأتي لدولة الإمارات. فمن ودي أقول أن من دولة الإمارات شكرا للمملكة العربية السعودية وعلى رأسنا من فوق على هذه اللفتة الجميلة والنبيلة، وهذه اللفتة ما نشوفها إلا من أشقاء كبار أوفياء لإخوانهم وبذات دولة الإمارات. وإن شاء الله كل عام والإمارات بخير وصحة وسلامة، ويعود إن شاء الله هذا العيد بسلامة المملكة العربية السعودية وبسلامة دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعبا بالأمن إن شاء الله والأمان والاستقرار والتقدم والنماء. وإيماننا في شعوبنا كبيرة وتطلعاتنا لهذه العلاقة عظيمة، وإيماننا أيضا بشبابنا كبير جدا. شكرا لكم سمو الشيخ شخبوط آل نهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة على هذه الدقائق، وكل عام وأنتم بخير مرة أخرى، والإمارات شعبا وقيادة بإذن الله بخير وصحة. نحن وأنتم بألف خير إن شاء الله وصحة وسعادة بإذن الله. مشاهدينا الكرام، وصلنا معكم إلى نهاية هذه الحلقة من لقاء خاص، إلى أن نلتقي بإذن الله في حلقة قادمة. أستودعكم الله، دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.